طيب غير الكتاب وغير ال 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 الدراما اللي بتشوفها في البيت، بتحب تسمع لمين؟ احب اسمع ايوه كل القديم. القديم بس؟ القديم بس. ما سمعتش المهرجانات؟ بحب اسمع، انا بحب اسمع فيروز من الساعه 9 للساعه 9:30. وعندي عبد الوهاب من الساعة 1 للساعة 1:30. ده على إذاعة الأغاني. الله الله، ده أنت مدلع نفسك قوي، أنت مدلع نفسك قوي، مدلع نفسك. أحب أسمع مطربين كتير جدا، إنما أصدقائي اللي عملت معاهم مسرحيات علي الحجار. بنمسي عليه. منير بتحب تسمعه؟ الملك هو الملك. منير عملت الملك هو الملك. أنا عشت مع أنا وهو. سنوات نتقابل يوميا مسرح السلام والملك هو الملك، المسرحية بتاع الملك هو الملك. ومن هنا الناس اطلقت عليه الملك. الشريط اللي نزل بتاعه. قعدنا ما يقارب 12 سنة نتقابل يوميا. طيب قوي منير، صح؟ منير حتة سكرك يا حبيبي، نفسي اشوفه بجد؟ دعوة يا محمد. لا يا خبر للملك. نفسي اطمن عليه. خلاص كلم استاذ لطفي لو سمحت، محمد منير الجميل. الملك هو نفسه يسمع صوتك. يا منير يا جميل، اهو لطفي لبيب بيقول لك الفنان الكبير نفسه يشوفك ويطمن عليك، لو سمحت النهارده لو انت قدرت تكلمه عشان هتعرف تجيب تليفوني. هيبقى موجود طبعا. يكلمنا واحنا هنديلك التليفون. احنا بمناسبه الملك هو الملك، احنا بنتمنى الشفاء لمخرج الملك هو الملك. يا حبيبي مراد منير، الف الف سلامه عليك، وبنتمنى له الشفاء. في جنب، ما تضحكش عليا، جنب اغاني عبد الحليم واللي انت بتسمعها، في موجه جديده دلوقتي بيسموها المهرجانات. لا ده طب سمعتها؟ طب بس يعني الاول سمعت المهرجان، شفت حاجات زي كده. ده ايه؟ طب كشرت ليه؟ طيب كشرت ليه؟ لا بترقص. دي حاجات تتسمع حضرتك. انا بضم صوتي لصوتك. دي حاجات انك تكسري الاسطوانه، ده انت كاتب لك ثواب. والله دي اغاني بتتسمع، دي حاله دي مسؤوليه النقابه. ده ما احنا دلوقتي بنعمل عمليه اصلاح. والاصلاح ده اسمه الاصلاح العميق. اصلاح عميق يصل الى حد العقول. فاحنا خلينا نكمل مشوار الاصلاح. يا حضرتك شايف ان ده فساد في الذوق، ان النوعيات دي من الحالات، مش هنقول اغاني، بلاش تعيشي قوي فساد في الذوق عشان في حد جنبكم بيسمع مهرجانات. لا لا والله العظيم، بس مكسوف اقول لك. اسكت بس، زي بناتي يسمعوا. ما ايه ده؟ اطفي. ده لا بلاش. لا خلاص مش، لا الله يخليكي بلاش. كسري الاسطوانة ان كان هناك اسطوانة. مفيش اسطوانات، مفيش اسطوانات. دي اغاني كده بتطلع، عارف النكت، في نكت حلوة في نكت مش حلوة. دي بالظبط زي مناديل الكلينكس، استخدام مرة. يعني تشبيه استاذ لطفي لبيب لاغاني المهرجانات. شكرا. مناديل كلينكس. ماشي، احنا بنجيب اكياس بقى. مرة واحدة فقط. مرة واحدة. بس حضرتك ما كنتش بتسمع رشدي والعزبي وانديل وعدويه؟ ما هو ده شعبي. بتضحك ازاي؟ طبعا. ايام حلوه دي. جايز ده جيلي. بس ايام حلوه رشدي وعزبي. انا اسمع مثلا ام كلثوم. يا سلام. الله. يا سلام. عبد الوهاب عبقري طبعا. محمد فوزي عبقري. عبقري جدا. عبقري سابع عصره. طب في كل ده ما وحشكش تمثل ولو مشهد او مشهدين في اي عمل؟ مثلت خلاص، ما جالي حاجات ومثلتها، بس مش حابب تاني خلاص. يعني انت خلاص، انت يعني حابب اللي يعني انت فيه دلوقتي؟ يعني تخيلي انك في ديتي مشهد مثلا. ايوه يا اساتذه، فين المشهد؟ اهو يا استاذ لطفي، خد ابص، ما فيش حوار. فين الحوار؟ لا الحوار بتاعكم انتوا بقى. هترتجلوه. ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش تحت اي مسمى. عشان كده انت خلاص قررت انك لا لا لا. انت مستريح
ومبسوط جدا وفي القعده بتاعتك وبتراجع بموت في كلمه جدا دي منك بعد العمل الشاق 24 ساعه لسنين طويله. اخيرا استراحه محارب.